تعليمات وتوصيات قوية. كل العالم يدعو إلى وقف هذا النزيف وإلى وقف هذه العبثية في الحرب. لكن ما الذي يجنيه التاريخ اليمني؟ أولا يجني التاريخ اليمني وقف النزيف، وقف المأساة. ذكرنا هذه النقطة سيد مفتاح، لكن هل ينقل هذا الاتفاق الدولة اليمنية، تحدث هنا عن الدولة اليمنية بمؤسساتها، ينقلها من دولة فاشلة كما وصفت نتيجة ما يحاصرها إلى دولة الآن على طريق بناء ذاتها مجددا؟ هل تتصور ذلك؟ الدولة اليمنية إن شاء الله لن تكون فاشلة، لكن السلطة فاشلة. والسلطة فشلت في أكثر من مجال وفي أكثر من ميدان من ميادين الحياة. فشلت في بناء السلم الداخلي، فشلت في تقديم الخدمات، فشلت في التعليم، فشلت في أشياء كثيرة جدا. فالسلطة فاشلة. أما الدولة اليمنية بإذن الله بجهود أبنائها وجهود رجال اليمن وخبراته وحكمائه، سواء الذين في المعارضة أو الذين أقصتهم السلطة من داخلها أو المهمشين داخل السلطة، بإذن الله لن تكون اليمن فاشلة كدولة، وإنما السلطة هي الفاشلة وقد حققت فشلا ذريعا في كل الميادين. طيب، على كل حال سيكون أيضا ربما لضيفنا في الاستوديو جواب على ما تناولته على مستوى السلطة إذا فشلت أو كانت فاشلة بهذا المستوى. اسمح لي أعود إلى الرياض إلى الدكتور محمد الزلفة. دكتور الزلفة، نعم، يعني أعود إلى مشاركة السعودية في هذه الحرب، طبعا نتيجة حرب الضرورة كما قلنا، باعتبار أن الحوثيين تقول تمددوا على أراضيها. هناك من يتهم الرياض يعني نتيجة توسعها في هذه الحرب من أن دخولها في هذه الحرب يرتبط بالمشروع الأمريكي في المنطقة، والذي يقوم على أساس تفكيك المنطقة وضرب العالم الإسلامي بعضه ببعض. هل دخلت من حيث لا تدري السعودية في هذه الحرب على هذه القاعدة؟ مقولة أن المملكة دخلت هذه الحرب لكي تكون منفذة للمشروع الأمريكي، هذا الكلام العجيب الذي يقوله الإعلام الإيراني، وربما يكون العالم أحد المنابر لهذا. يعني ليس الإعلام الإيراني، يعني هذا كلام قاله أكثر من محلل سياسي ربما لهم وجهة نظر تجاه السعودية، ليس بالضرورة الإعلام الإيراني. لم يقله إلا أولئك الذين يدورون في فلك أنه هناك مشروع أمريكي وهناك منفذين للمشروع الأمريكي. الله يقول لي بربك، يعني الحوثيين حيعملون إيه لخدمة المشروع الأمريكي أو لخدمة المشروع العربي أو حتى خدمة المشروع الإيراني الذين وظفوا من قبل إيران ليحدثوا في اليمن؟ أين الدليل على ذلك يا دكتور الزلفة؟ طالما سمعنا مثل هذه الاتهامات، هل هناك من دلائل على تدخل خارجي غير السعودية في هذه الحرب؟ لا، الأدلة ستكشف عنها الحقائق قريبا، وربما لدى اليمن الكثير ولدى اليمنيين من الأدلة الكثيرة جدا. لصالح من هذه الحرب اللي استمرت 6 أشهر؟ جاءت يعني دمرت الأخضر واليابس في اليمن، شردت اليمنيين، أزهقت دماء اليمنيين على الأرض اليمنية. ثم يأتي الأخ القاضي من هناك ويقول أن السعودية أنها عدوة، أن بين السعودية والشعب اليمني عداوة 100 سنة. يا أخي القاضي، خاف الله يا أخي، نحن أخوة في الأرض وفي الماء وفي الكلاء وفي كل شيء وفي العقيدة، لسنا أعداء لشعب اليمن. اليمن أخوتنا ونحن أخوة اليمن. نحن نريد اليمن الاستقرار ونريد أن نسهم بكل ما نملك في سبيل تنمية اليمن. أما هذه المقولات هي التي تورث الضغائن سيد القاضي. سيد القاضي أعود إليك. نعم، وصلت فكرة دكتور الزلفة. سيد القاضي أعود إليك، وأنت الذي طرحت يعني موضوع تدخل السعودي في هذه الحرب، هل فعلا دخلت السعودية؟ طبعا هذا موضوع منفصل لكن الآن مطروح باعتبار أن هناك تحقيقات وستكشف التحقيقات من هي الأطراف التي أججت هذا الصراع. هل تعتقد هناك أدلة على تدخل خارجي غير موضوع دخول السعودية في هذه الحرب؟ وأين فشلت برأيك السعودية من خلال دخولها؟ والأساس الذي كانت تريده هو القضاء على الحوثيين، هل نجحت في ذلك؟ قبل أن أرد على هذا السؤال أحب أن أقول لضيفك الموجود في الاستوديو
إذا كان هو لا يعرفني أو لا يعرف حركة المعارضة أو رياض القاضي فليسأل رئيس النظام اليمني وجهاز مخابراته، هم يعرفوني أكثر منه وأكثر جهة في الأرض. طيب. أما بالنسبة للتدخل الأطراف الأجنبية هذه شماعة معتاد عليها في اليمن وشماعة مملة وأسطوانة مشروخة. بالنسبة للسعودية أعتقد أن الإنجاز الوحيد الذي حققته من دخول هذا الحرب هي أن أيقظت الضمير اليمني ليطالب بأراضيها المغتصبة عسير وجيزان ونجران، وأيضا عرت نفسها سياسيا وعسكريا ودوليا وأخلاقيا. وأما بالنسبة لقضية النتائج الكلية لهذه الحرب فأنا أعتقد أن الضغوط الأمريكية الآن تتصاعد من أجل تنويم المنطقة كلها للاستعداد وتجهيز العدوان الصهيوني الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران وإسقاط أي نفس نووي في المنطقة ينطلق من معتقدات العقيدة الإسلامية بكل مذاهبها وكل شرائحها وفصائلها. طيب أعود إليك أستاذ همداني، أولا بموضوع الدلائل يعني حتى نحسم هذا الجدل حولها، هل السلطة اليمنية هي في وارد كشف عن من تدخل ومن هي الأطراف، أم هي في وارد أن تثبت أولا وقف النار وتصحح المسيرة لأن هناك الكثير من الاستحقاقات عليها أن توجه؟ مهما كان هناك من معلومات أو دلائل أو هي بطي التحقيقات، وأنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع. نعم. بالضبط. لأننا طوينا إن شاء الله صفحة الحرب ونحن مقبلين على مرحلة. على كلام دكتور الجرفة بالنسبة لل موضوع الأشير للأخ من دمشق بالنسبة لفشل الحكومة وفشل. نعم. بمؤتمر لندن، فشل مؤتمر لندن كان صريح والحكومة اليمنية طرحت المواضيع والتحديات بشكل واضح وصريح، وأعجب يعني الدول الكبرى في الطرح الصريح. نعم. لليمن لتحدياتها، ولقى اليمن دعم دولي تجاه التحديات وإيمان بهم لأمن يترجم هذا الدعم يعني هو دعم كلامي يعني حتى الآن ربما لم يترجم، سيترجم إن شاء الله في القريب، خصوصا لأن مؤمنين بمدى أهمية اليمن وموقعها الاستراتيجي على الملاحة البحرية وأمنها من أمن المنطقة والأمن العالمي. نعم. من هذا المنطلق لن تفشل الحكومة، والحكومة عادت بتأكيد دولي على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وعدم التدخل في شؤون الداخلية. طيب. سأطرح أمشي. عليك سؤالا ربما لا تريد أن تخوض فيه، لكن الآن طرح الموضوع ومعنا ضيف من السعودية، هل خدم دخول السعودية أستاذ همداني الحرب حكومة الرئيس علي عبد الله صالح، أم ربما يعني هذا الدخول قدم الذرائع لخصوم السلطة كما نسمع الآن؟ أنا برأيي لم تخدم الحرب يعني وبالها وتأثيرها على المجتمع اليمني كبير. وبالنسبة لما يعني خوض السعودية ومخاض السعودية دخلت الحرب عندما تعدى الحوثيين وانتهكوا السيادة السعودية، هذا المعروف يعني وكما هو معروف، فلا يعني ليس هناك من مستفيد ولا من السعودية تدافع عن أرضها. اليمني الحكومة اليمنية والدولة يعني أنا لا أريد أخوض وأرجع للموضوع، لكن جرت إلى الحرب، وقلنا جرت إلى الحرب يعني فترة فترات قيل أن الحكومة اليمنية هي التي جرت السعودية لهذه الحرب، ما قيل من المقولة. طيب اسمح لي أتحول إلى دمشق إلى محمد أحمد مفتاح. سيد مفتاح، سؤال ذاته، هل خدم دخول السعودية هذه الحرب؟ طبعا الآن نتحدث عن حرب وضعت أوزارها، لكن هل دخولها خدم حكومة الرئيس علي عبد الله صالح أم خدم ربما أكثر خصوم السلطة كما نسمع الآن؟ يا أخي، الدخول السعودية في هذه الحرب أولا هو كان قبل الدخول المعلن، السعودية كان لها موقف سلبي من الأحداث من عام 2004 وكانت متواطئة في هذه الحرب، ثم إنها دخلت في الحرب بشكل مباشر بذريعة الاعتداء على حدودها وما إلى ذلك، ولكنها تجاوزت موقف ما يسمى بالدفاع عن الحدود إلى موقف الاعتداء على المدنيين والبيوت والآمنين، وهناك آلاف الضحايا ومعظم المشردين شردوا بعد القصف الطيران السعودي. وعندنا لكن الآن نتحدث عن صفحة جديدة، نتحدث عن صفحة جديدة سيد مفتاح. طيب. أي صفحة جديدة؟ أهالي الضحايا لا يعرفون هذا الكلام، أهالي الضحايا يعرف بأن صحيح. لديه بيوت دمرت، مئات الأشخاص قتلوا، كيف صفحة جديدة؟ أشكرك يمكن أقول صفحة حتى نفتح النقاش مجددا الآن، لا يعرف هذا الكلام. أشكرك محمد أحمد مفتاح رئيس مجلس الشورى في حزب الحق، كنت معنا من دمشق، ونشكر انضمام الدكتور محمد الزلفة عضو مجلس الشورى السعودي السابق من الرياض، ورياض القاضي رئيس حركة
المعارضة اليمنية في